هذه خطوة مهمة، أنت تكون مشغل إلى أسطول يعتبر من أكبر أساطيل نقل الغاز في العالم، فطبعا هذه بالنسبة لنا خطوة مهمة، وبالنسبة لنا هذه يعني خطوة رئيسية للشركة، لأنها يعني تبين مدى إمكانيات وقدرة الشركة على القيام بهذا الدور، وهذا الدور طبعا يعتبر دور مهم وحساس في عمليات التشغيل، ويحتاج كثير من الاعداد والامكانيات، والحمد لله رب العالمين الشركه خلال السنوات اللي طافت قدرت انها تقوم بهذه المهمه، يعتبر طبعا في وقت قياسي.